فينيتو. اوكي جراسيا. انا مغربي. نو ما تنعرفش القرى العربيه. ياك. كاين هنا ما كاينش شي حاجه تهضر على الصحراء بالمغربيه. دابا كيف حالنا ما تنعرفش القرى العربيه ما تنعرفش القرى سميتو. علاش ما يعطيوناش المغرب يعطينا هادشي هذا في ايطاليا؟ شنو هادشي؟ شنو هادشي؟ هاد الدوكيومنتار بين الصحراء بين بوليزاريو بين الصحراء ديالنا. شكون اللي كيفرق هذا؟ كيفرقوا بوليزاريو. كيفرقوا بوليزاريو في ايطاليا. ولكن الصيف غادي يجبدوا. يعني بالنسبه لك انت مثلا مغربي ما كتهضرش الدارجه ما كتقراش العربيه ولا هذا، عطاوك منشور بحال هذا وقريتيه. غتقدر تثق فيهم غالبا. قدام تثق فيهم واخا انا مقتنع بان هذيك الصحراء مغربيه 100% وما كاينش شي حد اللي غيحيدها. يعني ما كاينش مجهود من المغرب؟ ماشي ما كاينش مجهود من المغرب، ما كاينش ناس تتوصل فكره كاع المغرب. تقدر تكون الناس اللي هي في المكان المناسب ولكن ما تعرفش توصل فكره. هما ماشي دوله، هما خمسه ولا عشرة الناس ولكن كيعرفوا يوصلوا الهضره، كيعرفوا يوصلوا الفكره، كيعرفوا يهضروا بالدبلوماسيه. هذا المنشور هذا شنو كيكون فيه غالبا؟ ريلاسيوني دي ميسيون جاي من الصحراء، يعني كيهضروا بينا 100% بين المغرب هاو كيفاش عايشين، كيفاش يعني كيف حال المغرب ظالمهم. كيصوروا القضيه كانهم مظلومين. يعني ايطاليين كيديو على المغرب نظره خايبه. علاش كيديو على المغرب نظره خايبه؟ حيت المغرب ما كيديرش هادو حتى هما بلهجتهم. علاش المغرب ما يستامبيش كيف حال هاد الوراق هادو لينا حنايا كمغاربه ويفرقوا مع المغاربه ايطاليا؟ وحنا نعطيهم ايطاليا. فاش ايطالياني يجي عندي انا مغربي يقول لي انتم ديتوا سعر المغرب البوليزاريا، انا غنقدر دابا انا ما عارف والو غنبقى ساكت. ولكن الا كان عندي هذا نقول له نو غواردا راه شوف راه هذا الشيء هذا كذوب. شوف المغرب التاريخ ديال المغرب وشوف التاريخ ديال هاد الناس. شوف هادو شوف حنا 30 مليون هما راه خمسه ولا سته الخطوط. يعني غادي علاش المغرب كيدير هذا الشيء بالعربيه وما يديروش؟ وبغينا الله يجازيكم بخير سيركم الناس في المكان الناس توصل الفكره، توصل الفكره ماشي ما تهضرش بالغوات وبالمعيون، توصل الفكره. دبلوماسيه تقاد شويه. دبلوماسيه دبلوماسيه وتوصل الفكره وتعطي نظره زوينه على المغرب، وتعطي نظره زوينه على المغرب وتوصل الفكره لهاد الناس هاد. القنصليه السفاره هنا في هاد المواضيع هادي واش دايرين دورهم؟ دايرين شي مجهود؟ انا ما عمري ما سمعت مثلا. دابا حنايا هنا في رايدزو كيكونوا بزاف الفيستيفالات ديال بوليزاريو، ولكن ما عمري ما شفت شي فيستيفال ديال المغرب اللي اول مره تنشوفه في حياتي هنا في رايدزو ميني. مزيان بعدا هادي باديره. هادي باديره. باديره مزيانه. وانا كمواطن مغربي ايطالي حيت كابر في ايطاليا ومزيان في ايطاليا شرفني نشوف هادشي واخا ما علموناش. انا عرفت صدفه بان كاين فيستيفال مغربي. يعني حاجه زوينه ونتمناه يبقى دائما ونتمناه تصيفطوا لنا الناس في المكان المناسب وتعرف توصل فكره وتخلي وتهضر مع الطاليان وتناقش وتحل المشاكل. انت من خلال معرفتك بالطاليان وهذا شنو الفكره اللي عندهم هما على الصحراء؟ بان حنايا ظالمين هاد الناس هادو. الطاليانيين كيقولوا بان حنا ظالمين دوك الناس. انا نقول لك مثال، انا خدام معايا طالياني كيمشي للجزائر كيمشي كيغني، هو مغني كيخدم معايا مغني كيقول لي لا توما سيتا دي باتي دي ماردا. يعني باتي دي ماردا حاشاك ناس ديال الاخر حاشاك. كيقول لي تظلموا الناس. تنقول لي نو راه ماشي هكا. كيقول لي نو اللي كيقولنا كيقولنا. وعلاش ما نديروش ناس حنايا كي بحال هادو بالايطاليون نعطيهم لي نقول لهم ها هما شنو كيديروا لنا كيديروا لنا. شكرا خويا.